من أول رسول إلى أهل الأرض بعد ما الكفر انتشر بعد فترة من وجود سيدنا آدم. وقلنا إن القصة حصلت بإن كان في 5 صالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، والخمسة دول كانوا الناس بيحبوهم جدا وكانوا متعلقين بيهم. لما ماتوا الخمسة دول الشيطان أوحى للناس إن اعملوا لهم تماثيل وأصنام عشان يفكروكوا بربنا وعشان ما تنسوهمش، ودول اللي كانوا بيدلوكوا على الله عز وجل. وبعدين عملوا كده بالفعل، والجيل اللي كان موجود في الوقت ده ما عبدوش الاصنام دي، هم بس كانوا الاصنام دي بتفكرهم انه بالناس الصالحين دول ود وسواع ويغوث ويعوق ونسره، فبيفكروهم بربنا. ومرت عده اجيال، وجي جيل بعد كده بدا طب احنا معنى كده ان هم دول صالحين بقى ويقربونا الى الله، طب ما احنا ممكن ندعوهم هم يستجيبوا لنا اسرع، طب مش عارف ايه. وبدا الشيطان بقى يخش من هنا لغايه ما تطور الموضوع ان هم بداوا يعبدوا الايه الاصنام دي. وهنا ارسل الله نوحا الى قومه وأخذ يدعوهم إلى الله رب العالمين سبحانه وجل وتعالى، ويكثر عليهم في دعوته ويأتيهم في كل الأحوال وفي كل الأشكال. ولكن قوم نوح قد أبوا ذلك ورفضوا ذلك، ويعني قال الله عز وجل في سورة نوح مبينا مدى المجهود الدعوي اللي سيدنا نوح بذله مع قومه، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. سيدنا نوح بيقول يا رب أنا جربت معاهم كل حاجة، أنا دعيتهم في كل الأحوال، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، جيت لهم في كل الأوقات وجربت معاهم كل الصور وكل الأشكال، فلم يزيدهم دعائي إلا فرارا. يا رب كل ما بكلمهم بيهربوا مني، يضعوا أصابعهم في أذانهم حتى لا يسمعوني، يغطوا وجوههم حتى لا يروني. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزيدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، يا رب مش محتاج منهم حاجة، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. بقيت أدعيهم وهم متجمعين مع بعض، وبعدين أروح لكل واحد لوحده وبرضه محدش بيستجيب، ثم أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الله غفور، الله كريم، الله رحيم، الله تواب، يتوب على من تاب ويغفر لمن رجع إليه وأناب. بس انتوا اعبدوا الله ووحدوا الله واتركوا عبادة الأصنام. ولكن للأسف قوم نوح رفضوا رفض تام يا أستاذ دعاء، لدرجة قالوا له قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. بيقولوا له خلاص انت عملت اللي عليك، مش انت بتقول انك نبي ورسول، انت عملت اللي عليك وزيادة. بيقولوا له قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتينا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. هو انت مش بتقول ان انت رسول من عند ربنا وان ربنا قادر ومش عارف ايه والكلام ده؟ طب خلاص انت عملت اللي عليك وقلت لنا، ورينا بقى العذاب يا نوح. انت متخيله الدرجه اللي هم وصلوا لها يا استاذ دعاء؟ قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتينا بما تعيدنا ان كنت من الصادقين. ونوح يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، من غير الله يرزقكم؟ من غير الله يحييكم؟ من غير الله يشفيكم؟ من غير الله يدبر لكم أموركم؟ من غير الله يقضي لكم حوائجكم؟ وقوم نوح يقولون له ما نراك إلا بشرا مثلنا، أنت واحد زينا إزاي تبقى رسول؟ يقولون إنا لنراك في ضلالة، أنت في ضلال يا نوح. سبحانه هو الذي يدعوهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله، هو الذي صار في ضلال عندهم. تعبوه جدا، تعبوه كم سنة بقى بيعمل معهم في الدعوة؟ تخيلي يا أستاذة دعاء
ان سيدنا نوح قعد على الحاله دي 950 سنه. 950 سنه ده مش عمره، لا ده عمر الدعوه، ده عمر الدعوه، ده عمر الدعوه. ربنا قال فلبث في قومه الف سنه، الف سنه الا 50 عاما. ده عمر الدعوه اللي سيدنا نوح قعده في قومه يدعوهم الى الله 950 سنه، بيقول لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. امال هو بقى عنده كم سنه؟ هو العلماء اختلفوا في عمر سيدنا نوح. بعض العلماء قالوا ان سيدنا نوح اوحي اليه وهو عنده 50 سنه وقعد في قومه 950 سنه، يبقى كان عمره كام؟ 1000 سنه. وبعض العلماء قالوا ان هو اوحي اليه وهو عنده 350 سنه وقعد في قومه 950 سنه، يبقى عمره 1300 سنه. اختلف العلماء على هذين القولين في عمر سيدنا نوح.